عبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن سعادته بزيارة نظيره الروماني لمصر، والتي تعد الزيارة الأولى لرئيس وزراء رومانيا منذ 20 عاما، موضحا أنه أثناء عقد جلسة المباحثات الثنائية تم توجيه الشكر لرومانيا على استقبالها للطلاب المصريين أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشوكا، أوضح مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 1 مليار دولار العام الماضي، مشيرا إلى أن مصر طلبت زيادة استيراد الحبوب من رومانيا. بالطبع أثناء النقاش ركزنا على بعض المواضيع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك التبادل التجاري بين بلدينا الذي وصل إلى أكثر من 1 مليار دولار في العام الماضي، ونحن على قناعة أن هذا المجال هو أحد الأسس لتعزيز العلاقات التجارية، وتناولنا كذلك بعض المجالات الأخرى التي من خلالها يمكن تعزيز حجم التجارة البينية، ومن دواعي سعادتي أن أقدم لكم سعادة رئيس الوزراء وكذلك السادة وزراء الزراعة ومختلف الوزارات، وكذلك التعاون في مجال الأسمدة والبتروكيماويات والبضائع الأخرى التي تجد مصر لديها الفرصة لتصديرها إلى رومانيا. وعلى الجانب الآخر نطلب من سعادة رئيس الوزراء زيادة استيراد الحبوب من رومانيا، حيث أن رومانيا أحد المنتجين الأساسيين للحبوب في أوروبا وفي العالم أجمع.